أهلا وسهلا بكم في برنامج رايحة عليا. أنا عليا المؤيد، ومن هذه المنصة سأنقل لكم سوالف، لقاءات، حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي، عشان مع بعض نحدث نقلة في الوعي الصحي في العالم العربي. طبعا ما في داعي أذكركم أن المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشارة صحية مع مختص، لأنها للتثقيف العام فقط وليس للتشخيص أو العلاج. وفي النهاية هذه كان رأيي، والقرار قراركم. أهلا فيكم متابعينا، حلقة جديدة اليوم صوتية مرة ثانية. عندي حوار معاي اليوم مرة ثانية إيمان الخاجة، وقلنا بنتكلم عن موضوع جديد. إيمان مختصة في الوعي والتشافي الذاتي، واليوم إيمان أهلا وسهلا فيك. أولا هلا، كنت بكلمك اليوم عن موضوع وايد نشوفه في المجتمع، وهو موضوع الخوف. يعني تستغربين إن مجتمع عنده تدين وعنده توكل وعنده احتكاك بالله وإيمان بالله، بس وايد عنده خوف في نفس الوقت. وهذه الخوف قاعد يسبب له مشاكل صحية اللي أنا أشوفها بشكل يومي فيهم، من هي تقولي من سرطان إلى مشاكل جلدية إلى صداعات إلى كلها. إذا تقعدين تحللينها وتفصفصين فيها بتشوفين إن لها مصدر خوف. يعني الأم تخاف على عيالها، في قلق دائم يا على الفلوس يا على العيال يا على البلد، الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، في وايد أشياء مصادر خوف. فأنتي إذا حد بييج، هل تحسين أن الخوف هو يبتدي كخوف ولا يبتدي كشيء ثاني؟ مثل ما قلتي لنا في الحلقة اللي فاتت عن المشاعر ممكن تبتدي بغضب، ولا فهل هو الخوف يتحول إلى غضب، ولا هل هو الخوف يعني من المشاعر اللي تقف لوحدها لتؤثر على الشخص؟ يعني في أنواع من أنواع الخوف بدأت نفس الشيء في الطفولة، إن خلنا نقول الأم كانت تخاف فتخوف اليهال، ورثت الخوف حق عيالها، الخوف حق اليهال، لأنها تخاف تقول ترى لا تسوي كذي لا تسوي كذي لا تطلع لا تسوي، فبدأ الخوف من هنا، فتخاف عليه إنه يصير في شيء، أولا عليه فتخوف، فخلاص إيه طاقة الخوف، أنا أخاف وبخوف، طاقة الخوف. الشيء الثاني ان في انا حالات تجيني، مثلا حالات فوبيا، مثلا من الطياره، والله من الاماكن الضيقه، والله من الحشرات، واللي انا اصلا كنت امر بمعظم هاي انواع الخوف انا اصلا مريت فيها شخصيا. اللي اكتشف في الحالات اللي تجيني ان الخوف يكون نتيجه اشياء ثانيه مثلا مرت فيها الحالة، فممكن بعض الحالات تكون مرت بعضهم اعتداء جنسي، ممكن يكون بعض الحالات تكون اعتداء جنسي، طبعا يكون من قريب أو بعيد، شخص قريب أو شخص بعيد، من أهل ولا بعيد، ففي حالات كذي. في حالات ثانية أن يكون صراعات دائمة في بين الأهل، أي. فهذه اللي نشأتها تكون للطفولة، إنه يكون شجار مسموع في البيت، أي في البيت يكون الطفل، أي يكون الطفل دائما موجود في هذه البيئة. يعني البيئة زين، بس هل ممكن يكون إن الاعتداء أيضا بالضرب مثلا ولا بالكلام؟ يعني إنما أنت ما سويت ما فعلت ما كذا، هذه ممكن يتحول إلى خوف بعد، هذه ممكن يتحول إلى خوف شديد، يعني لأن الولد أو الطفل دائما يبي يرضي الوالدين، فإذا هما دائما يتوقعون منه الأحسن، ترى حتى ساعات يكون بدون ضرب وبدون تخويف وبدون حتى يعني اعتداء لفظي، مجرد أنهم يتوقعون منه دائما هذه المستوى، هو يكون دائما في خوف، لأنه دائما الطفل يبي يرضي أمه، ما يبيها تزعل عليه حتى، وما يبي دائما يبي رضاها، فهو بسبب ذي الشيء يعيش في خوف إن أنا لازم دائما أجيب مثلا 100% في علاماتي، فهذه بعد يتطور إلى خوف. بنزين شلون الأم، أنت حين طبعا تكلمتي عن هذا الموضوع عن الأم، وحين دخلتي كل الأمهات في شعور بالذنب بما فيهم أنا، فأنت شلون، لأن ساعات الطفل ساعات يكون عندك أكثر من طفل مثلا وتربينهم كلهم نفس الشيء، ولكن يمكن واحد منهم بيلقط منك الحاجة للكمال أكثر من غيره، تعرفين؟ يعني في واحد ولا بفتكر اللي لوش بتصرخين من الصبح لليل ما بيغير سلوكه، وعندك الثاني اللي مستعد يلقط حاجتك للكمال وبيتحول فيه إلى خوف، فهذه حتى يحط ضغط على الأم
ان هي ايش قاعده تسوي في البيت يعني، او مسؤوليه يعني. اي يعني هاي اكيد بعد يعني في طبيعه كل طفل تكون غير مثل ما قلتي على طبيعه الشخصيه، بس الام عندها غريزه كفايه ان هي تقدر تفرق ان هذه الطفل كذي وهذه الطفل كذي، وربما يكون اسلوبها نفس الشيء بس ياهل واحد ممكن ياخذ غير. اتذكر في قصه قريتها والله حاله مرت علي، ان هذه البنت كانت يعني ذكيه وشاطره، وبس كل ما يطلبونها حق عمل في مكان معين ما كانت تروح، كانت تخاف. فاكتشفوا عقب وما عندها، فما عندها هاي الثقه بالنفس وهاي ما عندها، مع انها وايد ذكيه كان يقول عنها. بعدين اكتشفوا ان هي كانت مره اعتقد امها عطت اختها حلاوه ما عطتها هي، فاختها خلصت الاكل وعطتها حلاوه وقالت حق البنت من تخلصين اكلش بعطيك انا ذي الحلاوه. فتخيل ان هذا الشيء تم عندها ان انا ام نوت جود انف، ان انا مو زينه لان امي ما عطتني. فهي يعني بعيد عن الخوف، بس شوف المواقف شلون تاثر في الطفل، ان مجرد ما عطتني معناته انا مو زينه. فاكيد يعتمد على شخصيه الطفل بعد، بس اعتقد على الاقل اذا الام بس تكون واعيه ان هي ما تخوف الياهل في البدايه وما تتوقع منه الكثير، هذه يعني في البدايه على الاقل تكون بدايه صحيحه. انزين شلون تتعاملين مع الخوف؟ خلينا نقول انت الحين ياك احد عنده قلق شديد، بسهوله يدخل في توتر، يمكن حتى حالات هلع، موقف يخوف يعني. فشلون انت الحين، خلينا نقول انا جيت لك الحين قلت لك انا عندي وايد اشي، عندي قائمه طويله من الاشياء اللي اخاف منها، والحين ممكن حتى أدخل في حالة خوف وهلا أخوف روحي، شلون الحين بتساعديني؟ طبعا دائما العمل يكون من الداخل إلى الخارج. أي مثلا ففي البداية أنا يعني دائما أحاول أن أجيب بعض، خلينا نقول تقنيات، بعض الأشياء اللي نسويها الحياتية اليومية في البداية أجيب هذه الأشياء. مثلا في البداية لازم أعلم الشخص على التنفس، يعني قبل حتى لا نروح في المواقف اللي صارت حق الخوف، فلازم أول شيء يعرف يتنفس عدل، لأن بس يبتدون يتنفسون عدل بروح هاي المشاعر كلها تنخفض. فمثلا التنفس قلنا، بعدين أنا عندي بعد أشياء حق التنظيف، لأن لما تصير طاقة الخوف تطغى على الواحد تكون طاقتي كأنها تتلوث، فأنا أجيب أشياء تقنيات التنظيف بعد، سواء كانت بالملح وأي تقنية تي حق التنظيف. ففي البداية لازم أجيب هذه الأشياء. الحين في حالات خوف لازم نروح، إذا كان في موقف كلش كبير صايدهم في الطفولة أتكلم معهم بعدين، ممكن نروح حق ذي الموقف ونشوف إذا نقدر نعالجه. بس في حالات لا، في حالات إحنا يعني نقدم التقنيات وبعض التدريبات حق الحالة، إنه يبتدي يجيب أشياء في حياته تكون زينة، أو practices مثلاً ان تخلي طاقته ترتفع. مثلا هاي مثل ما نقول الحسنات يذهبن السيئات، يعني ساعات الشخص ما يبي يروح حق المواقف او منطقه الخوف اللي هو فيها، بس يبي ان يتعلم اشياء جديده يسويها في حياته، هذه الاشياء بتخلي طاقته ترتفع اوتوماتيكلي بيرتفع عن منطقه الخوف. تعرفين الخوف كطاقه، مثلا لطاقه 100 الخوف، فاحنا بالوعي وبعض التمارين نخليه يطلع من هذه المرحله، طاقته ترتفع شوي شوي، يوصل حق مرحلة مثلا ممكن يوصل حتى بعد الخوف في مراحل ثانية، بس ممكن يوصل حق الغضب، ممكن يوصل حق الرغبة، ممكن يوصل حق الشجاعة، بس شوي شوي نمشي معاه إلى أن يطلع من منطقة الخوف. يعني إيش رأيك إذا مثلا، يعني أنا من النوع اللي تعرفين مو بكل المشاعر اللي أحس فيها هي مشاعري أنا، فمع الوقت تعلمت اني افرق بين ان هل هي هذه المشاعر اللي انا احس فيها هل هي فعلا مشاعري انا، او هل هي مشاعر انا لقطتها من الوعي الجمعي من المحيط اللي انا فيه. فالمحيط اللي احنا فيه اصلا فيه خوف وفي تخويف، يعني في الاعلام اليوم اوه بيصيدكم هالمرض وبيصيدكم هالكذا، فانا القط سواء الحين انا كمحتمره عوده او انه حتى ما كنت اصغر فالشخص الحساس يمكن بيلقط أشياء وايد أكثر من المحيط، يمكن هو يلقط من أمه حتى لو هي ما هاوشته ولا قالت له شيء. يعني أنا عندي واحد من عيالي مثلا جدا جدا طاقته كانها لاصقة في طاقتي، يعني إذا أنا يومي كان تعيس ولا صعب ولا تعرضت لشيء مؤذي ولا كذا
هو يا يمرض يا يزكم يا يسخن يا فتحسين انه يعني مو شرط ان كل الخوف اللي انا عندي الحين هو خوفي انا. فهل هذه تشوفينه اكثر ولا تشوفين ان خوف الشخص نفسه اكثر؟ يعني شوفي اللي تقولينه صح، لان الوعي الجمعي وايد ياثر علينا، فهي مصدر الافكار. يعني صج ساعات الواحد بروحه ممكن يجيب مثلا فكرة خوف، تقوم مشاعر تتحرك تجاه هاي الفكرة، تقوم هاي المشاعر تجيب فكرة أكبر منها تخوفه أكثر. فهاي ممكن إذا الواحد هو ساعات تجي له فكرة أو تعرض حق موقف أو مشاعر معينة أدت إلى الخوف. بس إحنا كثير نستقبل من الوعي الجمعي، وهذه أشوفها كثير. يمكن الحالات اللي جاتني يمكن متأثرين بالوعي الجمعي أكثر. لأن الجو العام صاير خوف وتخويف هوايتهم. يعني عشان كذي إحنا حتى بالتقنيات اللي نستخدمها، إن الإنسان يقوم الصبح يحط له مثلاً نية، الإنسان ينتبه حق أفكاره. يعني ليش أنا أحط نية؟ لأن يعني إحنا نقول من لم تكن له نية يكون من ضمن نوايا الآخرين. هني الاستقبال حق الوعي الجمعي. الأفكار انتبه لها ليش؟ يعني بعد عندنا تقنية حق مراقبة الأفكار لمدة يومين، وبعدين استبدال الأفكار، كل هاي الأشياء. يعني واستبدال الأفكار مو معناته أن دائما أفكار تكون إيجابية، لا، بس مجرد انتباهي للأفكار، لأن هاي الفكرة اللي تجيني تدمرني، تجيب لي مشاعر خوف. مشاعر الخوف هذه مثل ما قلت تجيب لي فكرة يمكن تكون مرعبة، وبالتالي مشاعر تكون جدا ترتفع، وبالتالي يؤدي إلى المرض. فيكون طبعا كذي وكذي، بس أعتقد أن اللي من الوعي الجمعي أكثر يمكن الحالات اللي شفتها. وشلون احنا حاطينا مثلا الحين مثال واحدة ماخذة من الوعي الجمعي او هي خوفها، هي شلون تعرف الفرق؟ اللي ما عنده نوايا اصلا، ما عنده وعي، يعني بس حياته ماشية بافكاره ومشاعره اللي مشيته، ويدش في حلقة نسميها حلقة التغذية الراجعة تكون سلبية، ما يطلع خلاص، يعني يتم في ذاك المكان. يعني إلا ما رحم ربي، لما يصيده موقف يحس إنه خلاص أنا بيطلع، تعبت من هاي الدائرة. وفي وايد ناس يمرضون خلاص مرض نفسي وجسدي. كثير من حالات من اللي تيني مثلا تقول ما أقدر، يعني تقول لي مثلا إيمان أنا مثلا لين ولدي يطلع خلاص تفكيري أنا مع ولدي شنو بيصيده وشنو ذي وشنو ذي وشنو ذي. فأنا هني أعطيهم دلائل حتى على عضلاتهم، أقول لهم مثلا ولدك هاي اللي يطلع إذا تفكرين فيه فكرة سلبية شوفي شلون عضلات يفكر في جسمه، يفكر يأثر في. فأنتي أشرحي لنا بس الجسد، لأن أنتي حين قاعدة تسوين لي حركات بيرش، بس هي ما تبين ما تبين بالصوت. يعني أنا مثلاً أسوي لها، أقول لها شوفي، فأخليها مثلاً تمد يدها تمد يدها إلى الأمام، لا تفكرين إيه إنزين. أولاً أقول لها مثلاً أنتي فكري في شيء حلو، تفكر وأقيس عضلاتها، تقيسين عضلاتها بمعنى انك انت تهوسين على يدها على تحت، حالين انها تنزلين يدها بالغصب. اي فهذه مثلا عضلاتها ما تنزل، يدها ما تنزل قوية. بعدين اقول لها اي فكري الحين مثلا في فكره مو بزينه، فكره احد ما تحبينه، والله فكره مو بحلوه، ثم عضلاتها ما تقدر تقاوم يدي كلش، فيدها تنزل بكل سهوله. انزين هذا شيء واحد. بعدين اقول لها الحين لا تفكرين في شيء، انا بفكر فيك، فأفكر فيها أعطيها فكرة حلوة إيجابية أفكر فيها، إيه تقوم عضلاتها تكون صلبة كذي، وأفكر فيها فكرة مو بزينة مو بحلوة، شيء ضعيف، فكرة ضعيفة. يعني أنا أحاول أن أقول حتى بس أقول إن أنت ضعيفة، عضلاتها تضعف وتنزل يدها بكل سهولة. فأقول لها أنت هذه تفكيرك في ولدك، إن أنا ولدي يمكن يصير فيه كذي، وولدي مسكين، وولدي ما أحاتي، كل هذه الأفكار تأثر فيه، تأثر في طاقته، تأثر في جسده، تفكر تأثر في يعني هو يعني بالضبط. وتفائلوا بالخير تجدوه. انت الافكار هاي اللي ترسلينها لا تضعفها اكثر. فممكن حتى يعني حتى يعرفون الخوف او القلق انه هو كأنه صلاة او دعاء لشيء لا تريد حصوله. فانت تجذبه اكثر، تجذبه ليش؟ لان انت لما هاي الافكار تحرك فيك مشاعر. كل شيء في هذا الكون في ذبذبات، واحنا ذبذباتنا شنو؟ ذبذباتنا هي مشاعرنا. والفي الطاقة احنا شنو نقول؟ هو الشبيه يجذب شبيهة. إذن ما أن أنا حين ذبذباتي اللي هي مشاعري مشاعر خوف وقلق، شنو باجذب؟ باجذب بالضبط اللي يتوازن يتشابه مع مشاعري.
فأنا الشيء اللي قاعدة أقلق عليه واللي أخاف منه بالضبط بييني اللي يخاف من شنو يسمونه القط يطلع له ايه. فهو كذي اللي تخافين من الشيء معناته أنت قاعدة كأنه تدعين كأنه قاعدة تجذبينه كأنه تبين له تعال إيه أنا فعشان كذي في ناس من اللي يخافون يقولون لا صدق أنا مثلا في حالات تجيني من أطلع تقول من أطلع أروح عند سيارة تطلع لي قطوة سوداء وهي تخاف عندها فوبيا من القطاوة إيه أنت تجذبينه بالضبط بكل شيء مو بس القطاوة كل شيء في حياتنا الشيء اللي أخاف منه ممكن أجذب منه أكثر أجذب أحداث تسبب لي خوف أكثر وأكثر يعني إحنا هذه ظاهرة الأم اللي تخاف على عيالها ظاهرة مجتمعية كبيرة يعني لأنها تخاف عليه من أول ما تولده لين ما هو عند عيال وعند أحفاد وهي لحين تحاتي وتحاتي عياله بعدين ف يمكن هذه نقدر نرجعها إلى مبدأ التعلق يعني كثير من المختصين اليوم في الوعي وكثير حتى من الديانات تقول لك إنه يعني ممكن أنت تحبين بدون تعلق ولكن أنا عارف أن هذه شيء سهل نتكلم عنه بس صعب أن نطبقه في الحياة الواقعية فخلي نتكلم عن يعني هي بتقول لك أنا بعد شنو ما أفكر في عيالي ما أحبهم ما كذا فمن تطرحين موضوع التعلق بدون شعور هم يوصلون له أن موضوع أن أنت ما تحبه كفاية شلون إذا تحب شيء ما تتعلق فيه وهذه صعب علينا احنا ايضا كأمهات يعني عامة بس إن شلون إذا أنا عشان ما أخاف عليه لازم أتخلى عن درجة من التعلق فيه أو في الشيء اللي بيصير له صح؟ فهذه كلها صح إذا ما كان في إله للكون بس في إله للكون هو يدبر الأمر زين ليش نسينا ليش نسينا هذا نسينا لأن لهينا بأنفسنا وبالأشياء اللي تقلقنا وبلأن في هاي الأشياء يعني يعني شوفي يعني إحنا نقول يعني ما بحط كل شيء على الشيطان بس هو كطاقة بعد موجودة فيمكن إحنا نعرف إن في شيطان بس هل نسينا إن في إله يحكم هذا الكون وعدد الملائكة أصلاً والملائكة والكون كله مسخر لنا يعني السماوات والأرض كل هاي الأشياء مسخرة لنا إحنا والإنسان أصلاً بقوته لو استخدم هاي القوة اللي الله سبحانه وتعالى عطاه إياها ما بيقدر عليه لا شيطان ولا غيره لأنه هو عنده هذه القوة العقل والتفكير والاختيار عنده قوة جداً عالية بس الإنسان ينسى أنه هو ممكن يتحكم بعض الأمور والباقي يخليه حق رب العالمين كأن أنت اللي قاعدة تحمينه الحين يعني بالضبط أنت تبين أنت تتحكمين بالأمور ولا تبين رب العالمين هو اللي يتولاه فإحنا في كل شيء لازم نعرف إن في إله للكون أنا كثر ما أقدر بفهم ولدي إشلون يحمي نفسه مو أنا بحميه لو أنا إش كثر حاتيته وقلقت عليه وخفت بقدر أمنع عنه شيء بصيده مكتوب له مكتوب له لا بس أنا إذا وعيته وكلمت عدل دائما ارسلت لهاي الافكار الزينه الافكار الايجابيه وعرفت ان في اله للكون بدل ما انا اوجه طاقتي في القلق عليه انا اوجه طاقتي لرب العالمين يا رب هو ترى في رعايتك ورحمتك يا الله تكون معاه تتولاه زين بس خلينا الحين نقطه مهمه دخلتي فيها يا ربي تبعد عنا الشر يا ربي تبعد عنا رفاق السوء يا ربي فانت قلتي شر وقلتي رفاق السوء وقلتي انا احس حتى في دعوتنا قاعدين نجيب الأشياء اللي إحنا نخاف منها. يعني أنا لأن يمكن أنا ما قلت كذي يمكن فعلًا لا يقولون كذي. لا أنا ما قلت اللي قلتي أنا أقول لك هذه صح حتى دعاء الأبناء. لما أقول أنا يمكن أنا تعودت أنا ما قلت كذي يمكن أنا تعودت. فعطينا مثلًا دائمًا خلنا نغير الكلمات. أي بالضبط يعني دائمًا الدعوة تكون بشيء إيجابي تعرفين حتى أنا الصدقة إذا طالعينها ويقولون دفعت بلا ليش أقول دفعت بلا يعني مع احترامي حق كل دفعت سعادة خلي نقول هذه يعني في عشان بس هو يكون محمي بالملائكة يمكن هاي الصدقة اللي أنا بطلعها الحين في ناس ترى محتاجينها عشان كذي تذكرت خلي أتذكر إن هاي الصدقة أنا تذكرت لأن ولدي بيطلع في واحد ينتظر هالصدقة دائما تفكير يكون إيجابي في الصدقة اللي بطلعها ليش دفعت بلا أنا من أقولها هاي ممكن أنا أجذب له بلاء والله أي شيء ممكن يصيده فالدعوة دائما تكون بطريقة صح بطريقة إيجابية بشيء كذي يبلي أنا طاقة يبلي أنا بهجة ويجيب حق ولدي طاقة إيجابية فحتى الدعاء مثل ما قلتي أنا عارف إنه يعني هاي من ضمن هاي دفعة البلاء والله تبعد عنه لا يعني كل شيء فيه إنه أبعد عن شيء والله
أحمي بس أنا من شيء، لا يعني هو بالعكس يعني أن أجيب له شيء زين. هذه الصدقة تكون عشان يكون في عين الله، عشان الله سبحانه وتعالى هو اللي يتولى. زين آخر سؤال، هل شفتي أحد من خبرتك توصل إلى هذا الشعور بالطمأنينة الداخلية التامة اللي تخلص من الخوف تماما؟ شوفي أنا بس أنا ما بيانسى عن التعلق مساعدة قلتي عن التعلق، بس خلا أقول لك شيء. أمس طرشوا فيديو كان حلو، واحدة مذيعة تقول كانت تبي تقابل واحد وقال لها لا أنا مش بتاع تلفزيون وما أدري شنو، وقال لها عاد ليش في كثير نساء يعانون ويعني مستائين في حياتهم مو راضيين، قال لها زين أنت راضية في حياتك؟ قال إيه أنا يعني في حالة رضا. فقال لها شلون يعني انت في حالة رضا؟ قال لا يعني الحمد لله انا عيالي واحنا بصحة وعافية وكذي. فقال لها متأكدة انت في حالة رضا؟ قالت لا انا في حالة رضا. قالت لها انزين بس غمضي عينك وتخيلي ان لا سمح الله لا سمح الله يعني ان ولدك الحين صار في شيء، طلع وسيارة مثلا اصطدمت صار في شيء. تقول لا لا ما اقدر ما اقدر اتخيل دي الشيء. قالت عارفين لما يصير هاللون هذه الموقف وانت تحسين ان هذا الشيء ما كان بيدي وتوصلين حق حالة الرضا في هذه الحالة، هني معناته انت فعلا راضية. هذه هني نربطها بالتعلق. اي انا احب عيالي بس لو صار شيء خارج عن ارادتي يعني المفروض ان انا اكون راضية. مو بس احب عيالي، احب فلوسي واحب بيتي واحب سيارتي واحب شغلي واحب حتى كياني في المجتمع سمعتي. يعني تعلق ترى عندنا عميق يعني في وايد اشياء، وننسى في وقت التعلق ننسى ان ربما صار شيء لعله خير. طبعا يعني ساعات تصيدنا اشياء ان نفقد شيء عشان يجينا شيء كلش كبير. لازم نتخلى عن بعض الأشياء ونرضى إن بعض الأشياء راحت عنا، والله إذا صادنا شيء لأن في شيء خير كبير قاعد يجيني. فالتعلق في كل شيء، بس إذا ربطناه بالخوف يعني هو التعلق الشديد أصلاً يكون عائق لاستقبال الطاقة الزينة، لاستقبال الخير، لاستقبال البركة. لأن التعلق ما يعني ما يصير إلا برب العالمين، لا بالماديات ولا بالأولاد ولا بأحد. هو يكون الحب المطلق لا مشروط لكن بدون تعلق. يعني تستغربين ان اليوم تشوفين مجتمع متحفظ دين صلته كبيرة مع الإله، ولكن يضطر انه يتعلم الحين هذه المهارات من جديد عن طريق تطور الذات وعن طريق هذه التقنيات اللي اليوم قاعدة تدخل علينا، مو بس لان هي شيء جديد وشيء موضة، قاعدة تدخل علينا بسبب حاجتنا لها. يعني انت بس تشوفين عدد المدربين اليوم اللي قاعدين يتكلمون عن هذا الموضوع، هذه لما تقولين لهم يقول لك ايه انا طبعا التوكل معروف والكذا معروف، بس بالفعل هو مو معروف لان هي ما صارت غريزة عندك ما ترسخت كفاية. إيه يعني عليا بعد هذا غير اللي اول ما تيهم هذه العلوم قالوا لا هذه العلوم جايتنا من برا ومن اديان ثانية وكذي ولا لازم ما ناخذها. لا انت اخذ العلوم هذه الزينة وروح دور في دينك، شوف دينك أساس هذه الأشياء ولا لا. يعني إحنا نرفض الشيء لأنه يب مسمى ثاني ولا يانا من مكان ثاني. أساس الدين كل هاي المفاهيم، بس إحنا يمكن رحنا حق القشور ونسينا الأساس. وعلى هذا الموضوع يعني آخر نقطة أبي أقولها، يعني للأسف للأسف اليوم كمية الأدوية المهدئات النفسية والمضادات الاكتئاب اللي قاعدة تنعطى في المجتمع اليوم أكبر من أي وقت ثاني في الدنيا، وأكبر شريحة من المراهقين اليوم وحتى ابتدوا الحين مع الأطفال يعطونهم مضادات اكتئاب لحالات معينة فرط نشاط وكذا. ويقول لك على سنة 2030 يعني 2030 بيصير القلق والاكتئاب من أعلى الأمراض، أكثر من السرطان وأكثر من أمراض القلب اللي الحين موجودة. في أي اتجاه احنا قاعدين نتجه؟ وتشوفوا وش كثر احنا نحتاج هذه التقنيات ونحتاجك يا إيمان، ونحتاج ان بس أوضاع تهدئنا شوي أو كلمات أو نظريات تهدئنا شوي عشان نرجع حق شيء كان فطري أصلا وكنا نعرفه ونسينا. بالضبط. يعني والله لو تخيلين يعني الآباء والأمهات صاروا يستانسون ان ولدهم هدأ ذي العقاقير اللي عطوه، هاي المهدئات اللي عطوه لأن حالته صارت أحسن. بس إحنا يبيلنا حتى وعي أكثر للآباء والأمهات، ترى في طرق ثانية
ليش تخافون تجربون هاي الطرق الثانية؟ أنا حالات كثيرة تيني، يعني ما أقدر أقول لهم طبعاً لا تواصلون العلاج، بس إحنا نجرب اللي عليه وبعدين أقول لهم سألوا الطبيب هل ممكن تأخذون فترة بدون هاي الأدوية عشان تشوفون حالاتكم شلون صارت. بس الآباء والأمهات صاروا، لأنه يمكن ساعات، أنا ما بأظلم الكل، بس ساعات يكون الأسهل إنه يأخذون الأدوية لأن الولد صار أهدأ، بس شنو يسوي فيه في المستقبل؟ يكبت وينزل وينزل تحت. شكراً لك إيمان، الحوار معك دائماً ثري، وإن شاء الله تكون لنا حلقات قادمة كثيرة في مواضيع مشابهة ومواضيع مختلفة أيضاً، فشكراً لك. شكراً.